بالدكتور علي ادريسي الخبير الاقتصادي. اهلا بك يا فندم، منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين الكرام. يعني بنقرا مع حضرتك طبعا على ضوء التقرير الاخير لوكاله موديز طبعا للتصنيفات الائتمانيه، واللي اشارت الى توقعات ايجابيه جدا بخصوص الاقتصاد المصري، وده يمكن تزامن مع تصريحات رئيس الوزراء بان وصلنا في النصف الاول من العام المالي 2021-2022 لمعدل نمو 9%، يمكن هو الأكبر منذ بداية الألفية. هتوقف معك عند هذا الرقم، هل ممكن يستمر لغاية نهاية العام مع كمان موجات التضخم والسعي طبعا لخفض أسعار الفايدة الأمريكية، وإزاي قدرنا نصل لفكرة 9% أصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول طبعا 9% بالنسبة للنصف الأول يعتبر رقم جيد جدا في ظل تحديات كبيرة. يعني احنا بنتحدث عن ركود تضخمي على مستوى العالم، ارتفاعات في معدلات التضخم بشكل كبير جدا، وبالاخص كمان بالنسبة لاقتصادات كبرى زي الولايات المتحدة الامريكية، زي منطقة اليورو، معدلات يمكن ما شاهدتهاش من اكثر من 30-40 سنة، وده وضع صعب جدا على مستوى الاقتصاد العالمي. كمان الأزمة الروسية الأوكرانية، ودي يمكن بتأثر بشكل واضح على توتر في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وكمان لأن هما كمان بالنسبة للقمح يمكن من أكبر منتجي ومصدري القمح على مستوى العالم، وده بيؤدي كمان لرفع أسعار القمح وبالتالي مزيد من التضخم، وبالأخص بالنسبة للدول المستوردة للقمح والطاقة أيضا. بالضبط، كمان مشكلة الطاقة والمشكلة اللي بيعاني منها منطقة اليورو، تجدد الصراع الصيني الأمريكي، دي كلها أكيد تحديات كبيرة جدا. فإن احنا نقدر نحقق معدلات نمو اقتصادي بهذا الشكل في ظل هذه التحديات، بجانب طبعا استمرار جائحة كورونا، يعني ده للأسف. طيب دكتور علي، إنجاز كبير وتطور مهم جدا، نقدر يعني نرجعه لإيه بالضبط؟ أو إيه هو حجر الزاوية في الاستراتيجية المصرية دي؟ هل هو الاعتماد على الصناعة؟ هل هو تعزيز البنية التحتية؟ هل بنتكلم انه كان في دور مهم لمسألة التحول الاقتصادي الرقمي بما تحقق منها حتى الآن، ولا الموضوع متعلق بالتكامل بين كل العوامل دي؟ حضرتك بتقرأه ازاي؟ انا بشوف دايما ان من الظلم ان احنا نختزل النجاح كله في نقطة واحدة، لكن هي اصلاحات اقتصادية احنا قمنا بيها من قبل حتى 2016، يعني حتى برنامج الصحة الاقتصادية هو بدأ 2016، لكن احنا بدأنا بالفعل يمكن من 2014 مجموعة كبيرة من الإصلاحات، وبالأخص بالنسبة لملف الدعم على سبيل المثال. انتهينا من برنامج الصحة الاقتصادية، بدأنا في برنامج آخر لا يقل أهمية، وهو برنامج الإصلاح الهيكلي، واللي كان غرض رئيسي منه زيادة نسبة مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الاجمالي، وده كان ليه جزء مهم. خطوات مرتبطه بتهيئه مناخ الاستثمار، وكان ليها ادواتها الاساسيه سواء على مستوى التحول الرقمي، على مستوى الشمول المالي، على مستوى التعديل في القوانين. دون قطع كلامك يا دكتور، بس بمناسبه الزراعه، احنا كمان دلوقتي في تطور مهم ان احنا بقينا يعني بنوفر احتياجاتنا الذاتيه من بعض المنتجات الغذائيه، وفي نفس الوقت بنصدرها. بالضبط، ان احنا نتخطى مرحله الاكتفاء الذاتي، ويبقى عندنا الفوائد اللي نوجهها للتصدير، وده كان واضح جدا مع بدايه الجائحه بتصدر مصر المرتبه الاولى على مستوى العالم في تصدير الموالح وغيرها من السلع الزراعيه الاخرى. فده جهود كبيره جدا احنا بذلناها، فكره ان احنا نعود مره اخرى للقطاعات الحقيقيه داخل الاقتصاد المتمثله في الزراعه والصناعه، ده كان جزء مهم جدا. فكره ان الاقتصاد المصري يتحول الى اقتصاد منتج يقدر ان هو يغطي احتياجاته، يوصل لمستويات اعلى من الاكتفاء الذاتي، ثم حتى على مستوى الجانب الصحي، وده جزء مهم جدا، احنا كمان ابتدينا ندخل في جزء مرتبط بتطبيع اللقاحات، وده كمان يمكن حتى احنا شفنا وتابعنا يمكن امس عديد من التصريحات المهمه جدا، واسناد مصر ضمن 6 دول افريقيه ان يتم الاعتماد عليها في انتاج اللقاحات، لان احنا
كلنا نعلم تماما ان اكثر من حوالي 80% من سكان القاره الافريقيه لم يحصلوا على الجرعه الاولى من اللقاحات، وبالتالي ده نقطه مهمه جدا ان يكون العالم كله بيعتمد على مصر في مرحله حرجه بيمر بيها العالم كله، وبالتالي ده ناتج عن جهود كبيره جدا احنا بذلناها ايضا في قطاع الصحه، قطاع التعليم، وازاي ان احنا ابتدينا نتطور فيه. يبقى احنا مش بنتكلم كمان حتى على مستوى قطاعات الاقتصاد الحقيقي الزراعه والصناعه، لكن ايضا حتى القطاعات المرتبطه ببناء الانسان المصري من صحه وتعليم، ازاي ان حصل فيها نوع من انواع التطور الكبير جدا. لما نيجي نشوف اللي بيتحقق على مستوى هذه القطاعات ونيجي نشوف بعد كده معدلات النمو الاقتصادي، نلاقي من الطبيعي ان يتحقق معدلات نمو اقتصادي ايجابيه وضخمه في ظل التحديات الكبيره جدا، لان الدوله عندها من الاصرار ومن الاراده ان هي تستمر بمشروعاتها القوميه، تستمر في الخطوات الجاده اتجاه تحقيق رؤيه مصر 2030. جميل. طب نستثمر وجود حضرتك معانا قبل ما نختم، وسريعا من فضلك سريعا عشان الوقت خلاص بيداهمنا. كانت إشارة من وكالة مودز لفكرة تعافي مؤشرات الدين المصري، وإحنا كان لدينا بعض يعني القلق أو التفكير بشأن مستويات الدين الداخلي والخارجي، لكن تصنيف مودز بيقول أنه في تعافي في مؤشرات الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فلو توضح لنا النقطة دي برضو وتشرحها لنا. إحنا سريعا عندنا يمكن الحمد لله كفاءة كبيرة جدا في إدارة ملف الدين العام سواء بشقيه الداخلي والخارجي، دايما المؤسسات الدوليه بتبقى مركزه بشكل كبير جدا على الجانب الخاص بالدين الخارجي. احنا عندنا محفظه الديون اكثر من الخارجيه، اكثر من حوالي 90% منها يعتبر طويله الاجل، عندنا في نفس الوقت احتياطيات اجنبيه ضخمه، احنا تخطينا ما يقرب من حوالي 41 مليار دولار، وبالتالي ده بيقدر ان هو بشكل واضح يعمل نوع من انواع القضايا الائتمانيه والثقه، فبالتالي احنا ما عندناش ما يقلقنا بالنسبه لمستويات الدين بشكل عام سواء كان داخلي او خارجي. شكرا لحضرتك. موضوع الاقتصاد محتاج حلقات وحلقات، لكن بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي على كل القراءه طبعا والمعلومات.